بصفة عامة. وفي نفس السياق تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز مركز الشركة الوطنية للكهرباء بالمدينة، كما زار المركز الصحي واطلع على الخدمات التي يقدمها لمرتاديه. هكذا أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز إشارة البدء في أشغال الطريق الرابط بين مقاطعتي ركيز والمدردرة بولاية الدرارزة. ويقدر طول هذا الطريق بحوالي 55 كيلومتر وبعرض 7 أمتار، ويبلغ الغلاف المالي لتمويله 5.5 مليار أوقية على حساب الموازنة العامة للدولة. وتتولى إنجازه فرقة الأشغال العمومية التابعة للهندسة العسكرية، في حين تشرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع على عملية الرقابة. ومن المقرر أن تأخذ مدة أشغاله 24 شهراً. ويشكل هذا المقطع من الطريق الجزء الثاني من طريق عام يربط بين طريق واكشوط روسو وطريق الأمل، مرورا بمقاطعات المذردرة وركيز وبعض القرى والتجمعات التابعة للمقاطعتين. ومن شأنه أن يعمل على فك العزلة عن هذه المقاطعة، كما سيساهم في دفع عجلة التنمية بها وخلق نهضة اقتصادية تعود بالنفع على ساكنة المقاطعة بشكل عام. من جهة أخرى، وفي مقر الشركة الوطنية للكهرباء بمقاطعة تركيز، توقف السيد الرئيس للاطلاع على وضعية المولدات الكهربائية التي عن طريقها يتم تزويد المدينة بالكهرباء، كما استمع إلى شروح حول الحالة العامة للمركز قدمها المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء. وشكل المركز الصحي بمقاطعة تركيز المحطة الأخيرة من زيارات السيد الرئيس إلى المقاطعة، حيث تجول داخل مختلف أقسامه، كما زار الصيدلية التابعة له واستمع إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم خاصة في المجال الصحي، كما قدمت له شروح حول حالة هذا المركز ووضعيته العامة وطبيعة الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. وقد أكد وزير التجهيز والنقل السيد يحيى الحدامين خلال حفل انطلاق الأشغال أنه باكتمال هذا الطريق بين جميع عواصم مقاطعة الولاية سيتم ربطها بالشبكة الطرقية المعبدة، وبذلك يتحقق الحلم الذي طالما راود ساكنة الولاية عموما والمقاطعة على وجه الخصوص. إنه لشرف لي عظيم ومدعاة للسرور أن نقف اليوم أمامكم وأنتم تشرفون على انطلاق أشغال طريق ركيز المدردرة الذي سيربط عاصمة المقاطعة بالشبكة الطرقية المعبدة، والذي سيساهم إلى حد بعيد في فك العزلة على مستوى الولاية بصفة عامة. إن هذا الطريق يبلغ طوله 55 كيلومتر وسينجز خلال 24 شهر بتكلفة قدرها 5.5 مليار أوقية على نفقة الدولة الموريتانية. وستتولى الأشغال مؤسسة تابعة للهندسة العسكرية تحت رقابة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع برعاية إدارة البنية التحتية في وزارة التجهيز والنقل. سيد الرئيس، إنه باكتمال هذا الطريق وطبقا لتعليماتكم فإن جميع عواصم مقاطعات الولاية سيكتمل ربطها بالشبكة الطرقية المعبدة، وهو ما كان يشكل حلما بعيد المنال لساكنة الولاية. سيد الرئيس، إن حصيلة إنجازات القطاع على مدى السنوات الأربعة الأخيرة ناهزت 1100 كيلومتر، نذكر من بين محاورها الطرق الحضرية في نواكشوط وجل عواصم الولايات، الطريق كي هيدن بود سليبابي قهري، طريق القصيبة مهنقل، وطريق نيابينا أمبان، طريق روسو القصيبة مرورا بجدر المحقن وتيكان ودار البركة وتأهيل نواكشوط قجوجة. وتتواصل مسيرة الإنجازات هذه، حيث نسجل قيد التنفيذ حاليا لا يناهز 1200 كيلومتر، نذكر منها النعمة بهنقو الذي يشكل المقطع الأول من طريق النعمة باسكنو فصالة، تأهيل كيف الطينطان، طريق كيف كونكوسا، طريق الغايرة باركيول، شقال مار صواطة، لعويفيا كهرماسن، بهمبري روسو، تيجنت المذردرة، أطار وجفت الرشيد تيجكجا،
الطريق الرابط بين طريق نواكشوط نواذيبو والوامقار وطريق فدير كتواجيب. ومن الجدير بذكر سيدي الرئيس أن شبكتنا الطرقية ستتعزز بالانطلاقات الوشيكة للمشاريع التالية: بنقوب هاسكنو فصالة، عوينات سبل ديقني، كيف بوم دي، كي هيدي مقامة، قصير الطرشان شم، ونواكشوط بهامبري. سيدي الرئيس، إن الدراسات جاهزة لربط كافة مقاطعات الوطن بعواصم الولايات، والبحث جاري عن التمويلات اللازمة، كما أن القطاع بصدد إنجاز مشاريع أخرى كبرى كمطار نواكشوط الدولي وتوسعة ميناء الصداقة وإنشاء ميناء تانيت للصيد التقليدي وكذلك الطريق السريع نواكشوط تليميت. سيدي الرئيس، إن المقام لا يتسع لذكر جميع الإنجازات في هذا القطاع، فالبلاد كلها ورشة. وفي الأخير أدعوكم سيدي الرئيس لإعطاء إشارة انطلاق أشغال طريق ركيز المدردرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. بدوره ألقى عمدة بلدية تركيز كلمة استعرض فيها الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية والخطوات الهامة التي قطعت نحو تنفيذ هذا البرنامج، ورحب العمدة باسم سكان مقاطعة تركيز عموما بزيارة رئيس الجمهورية، مؤكدا اعتزاز السكان بالعناية التي يوليها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. سيد الرئيس، إن مقاطعة تركيز هي إحدى المقاطعات الثلاث الأكبر في البلد، وهي الأكبر في ولاية الترارزة، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر 100,000 نسمة، وناخبها ب 34,000 ناخب، كما أنها تعتز بكونها تضم جميع العناصر المكونة للمجموعات الوطنية والتي ظلت تعيش في وحدة واستسلام، يعكسان بحق أجل مظهر الوحدة الوطنية. السيد الرئيس، إننا نقدر عاليا هذه اللفتة الكريمة التي أوليتمها لمقاطعتنا، فبالأمس قامت سيادتكم بتشييد وتوزيع ما يناهز 1300 هكتار من الأراضي المستصلحة على العائلات الضعيفة في جنوب المقاطعة، واليوم ها أنتم تشرفون على وضع الحجر الأساسي لبناء طريق ركيز المدررة، هذا الحلم الذي راود السكان وتحدث عنه الكثير لكنه لم يتحقق إلا على يدكم وضمن سلسلة متواصلة من الأعمال والإنشاءات الوطنية. إن هذا الإنجاز يعتبر أهم إنجاز في تاريخ المقاطعة، وهو يدخل في طائل الإصلاحات الجوهرية والمكاسب المشهودة التي قمتم بها في جميع أنحاء الوطن، في ظل معارضة تقف حجر عثرة أمام كل تقدم ورخاء لصالح هذا البلد وأمنه، معارضة تسعى إلى تفتيت الوطن وبث روح الفتنة والقلاقل وتشويش على الدولة في دوامة من المقارطات المفضوحة لصرف الحكومة عن الإطلاع بدورها الطبيعي في ميدان التنمية والإنتاج. قال تعالى: ويبى الله لأن يتمد نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم. سيد الرئيس، لقد تجاهلت منسقية المعارضة حقائق دامقة يدركها القاسي والداني، وذلك أن الدولة كانت بالأمس القريب وإبان حكم هذه المعارضة منهكة وعلى وشك إفلاس سياسي واقتصادي واجتماعي، إذ اتسم تسيير مؤسساتها بالفساد والميوعة والزبونية، فمن المسؤول عن تلك الفترة؟ إنها المعارضة الحالية. سيد الرئيس، إن كل هذا يقتضي منا كأغلبية فاعلة ومسؤولة عما يجري والشاهدة على ما جرى توضيح الحقائق وإظهار الصورة المعبرة عن أوضاع البلد، وكذلك مقارنة الحاضر بالماضي بكل موضوعية بعيدا عن المقالطات الزائفة. إن نظرة موضوعية وصادقة تستجوب من كل وطني مخلص لاعترافه بما تم إنجازه في إطار تعهداتكم في برنامجكم الانتخابي، والذي كان من طموحي وواقعيتي وشمولته وترتيبه لأوليات الفرصة للعبور بالشعب الموريتاني إلى بر الأمان ضمن رؤية واضحة لكل مشاكل البلد وحلها عبر المحاور الأربعة التالية: 1. العمل على بناء دولة القانون تضمن أمن المواطن وحريته. 2. وضع سياسيات اقتصادية تشجع نسبة النمو وتوسع القاعدة الانتخابية الوطنية. 3. إنشاء بنية تحتية من أجل الترقية الاجتماعية ومكافحة الفقر. 4. القيام بإنجازات كبرى في مجال المصادر البشرية والتنموية. سيد الرئيس، إن سكان هذه المقاطعة بوصفهم أول من اقتنع بهذا البرنامج والتزم بالمشاركة النشطة في تطبيقه والدفاع عن اكتساباته، حيث كانوا يتابعون تنفيذه بكل اهتمام وتقدير، مما جعلهم أدرى بشأنه من غيرهم وأكثر معرفة بما تم إنجازه في نطاق تعهداتكم للأمانة، وللأمانة فإن نسبة تحقيق هذا البرنامج قد تجاوز 90%.
ولا يضع حرية أكثر يمكن تطريح بعض الأسئلة للرد عنها. السيد الرئيس، من قام ببناء موريتانيا بأيادي نظيفة وتحقيق قفزات حاسمة ولا سيما في مجال تعزيز سيادة القانون وتحديد الإدارة العمومية وترشيد التسجيل العمومي ومحاربة الفساد والمفسدين وتفعيل دور المفتش العام للدولة؟ طبعا هو أنتم يا سيادة الرئيس. من قام بفتح إذاعة القرآن الكريم وطباعة المصحف الشريف واكتتابها من 100 عام؟ هو أنتم يا سيادة الرئيس. من قام بتبني سياسة واضحة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية واعتماد قوانين مهمة حول مخطط الاستصلاح الترابي ووضع إطار قانوني للصندوق الجوي للتنمية؟ هو أنتم يا سيادة الرئيس. من قام بتحويل المؤسسات العمومية والمشاريع إلى الولايات الداخلية لتقريب الإدارة من المواطن؟ هو أنتم يا سيادة الرئيس. من قام بتبني دبلوماسية مفتحة للعالم ومهتمة بالمصلحة الوطنية ورعاية الشؤون جاريتنا في الخارج إلى جانب خلق عدالة مستقلة تضمن حقوق وحريات المواطن وتؤمن مناخ المعاملات؟ هو أنتم يا سيد الرئيس. من قام بتبني قوانين جديدة في قطاع العدل لإرسال قواعد الدولة والقانون دولة القانون واعتماد النصوص التنظيمية تتضمن تعديلات دستورية وتضمن نزاهة والشفافية المسار الانتخابية على أساس التوافق الناتج عن الحوار الذي جمع الأغلبية وأحزاب المعارضة وقام بإنشاء حالة مدنية حديثة ومؤمنة تضمن رقما وطنيا وحيدا للتعرف؟ هو أنتم يا سيد الرئيس. من وفر جوا غير مسبوقا من الحرية حيث مارس المساس دروس عملها الأحزاب السياسية والنقابات؟ هو أنتم يا سيادة الرئيس. من عمم محطات الإذاعة الجوية وإطلاق الإذاعات الحرة وحرر الفضاء السمعي البصري وفرق السجون والمعتقلات من السجن الرأي؟ هو أنتم يا سيدي الرئيس. سيادة الرئيس، من دعم الوحدة الوطنية بقرق ملف الإرث الإنساني بشكل نهائي وعادل ومن عزز قدرات قواتنا المسلحة وقوات أمننا المنتشرة اليوم على حدودنا الشاسعة لحمايتها من انعكاسات سلبية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين وتصدي لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية؟ هو أنتم يا سيادة الرئيس. أما بخصوص المحور الثاني من البرنامج فقد عملتم يا سيادة الرئيس بدون كلين على رفع نسبة النمو وتوسيع القاعدة الانتخابية حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح الآلاف الهكتارات من الزراعة المروية والمطرية وزراعة الخضروات، كما تم إدخال زراعة القمح لأول مرة في هذا البلد، هذا بالإضافة إلى توزيع آلاف الكيلومترات من السياج لحماية المزارع، وينضاف إلى ذلك فك العزلة عن المناطق الإنتاج وحل مشكلة التسويق وإعفاء جزء من الديون القرض الزراعي عن المزارعين وجدوى الجزء الآخر ومواصلة استراتيجية لخمسة قطاعات ذات أولوية هي الصحة، الزراعة، التنمية الحيوانية، السياحة، الصناعة، وهذا ما نتج عنه ارتفاع مساهمة قطاع الصيد في الميزانية العامة وتوفير ما يزيد على 12,000 فرصة عمل. السيد الرئيس، الأخوة والأخوات، لنا أن نتساءل من انتشل قطاع المعادن بعد أن كانت شركة سنيم معروضة للبيع وقام باعتماد مدونة معدنية ترسخ مفهوم مساهمة الدولة في الاستقلال المنجمي بحصة معتبرة لأول مرة في تاريخ البلاد، مما وفر جوا ملائم للاستثمار يتماشى ومتطلبات الاقتصاد الوطني، نتج عن مضاعفة الانتاج وزيادة وخص التنقيب والاستقلال الممنوح للشركات وكذلك تحديث برنامج تنمية لدى شركة سنيم. هو أنتم يا سيادة الرئيس. وما عن المحور الثالث، المحور الثالث من البرنامج فقد أوليتم يا سيادة الرئيس عناية خاصة للسياسة الاجتماعية ومكافحة الفقر، إذا ركزت الحكومة عملها بتوجيهات منكم على تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين كالصحة والمياه والكهرباء والولوج إلى تقنيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة قطاع النقل وتنظيم وتحديث المدن وتحقيق طموحات المواطنين في توفير العمل الشريف للعاطلين عن العمل وتهيئة السكن اللائق للفقراء وتشييد شبكة الطرق واسعة عمل جميع الولايات والمقاطعات، كما نالت المرأة مكانتها إذا أصبحت تتقل دول لأول مرة مناصب سامية في الدولة، كما حظى مجال الدمج وتشغيل الشباب بعناية خاصة ولم يكن إنشاء وكالة مكلفة محاربة الإدارة الاستحقاق والدمج والفقر بأقل شأن من كل ذلك، بكانت خير دليل على أهمية التي تولينها سيد الرئيس والمكان التي يحتوي لها المحور الاجتماعي في برنامجكم. وفيما يخص المحور الرابع، كان حرصكم سيد الرئيس على تنمية المصادر البشرية والتنمية المستديرة ظاهر للعيان عندما قامت الحكومة بإنجازات كبيرة ومتنوعة فاقت التوقعات، شملت مجالات الصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة وتشغيل والدمج والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وإنشاء كل مؤسسات تعليم عالي جديدة وتحديث التي كانت موجودة، في حين قمتم بتحديث مؤسسات البحث العلمي والتكوين المهني ورصدتم المليارات للأوقية لضمان استقرار السلع على كامل التراب الوطني، بالإضافة لتوزيع المجاني المستمر للمواد الغذائية لفائدة الفقراء، إضافة إلى تعميم مراكز للتغطية الجماعية، وجاء برنامج أمل 2011-2013
لتعزيز هذه الجهود، وكردة فعل على نقص المسجل في الأمطار خلال موسم 2011 و2012، وهو ما ساهم في إنقاذ الثروة الحيوانية في المناطق الرعوية والتقلب على العجز القضائي عن طريق تعميمكم الحيوانية على كامل التراب الوطني، وهو العمل الذي لا يزال سائر المفعول وحتى اليوم. سيد الرئيس، لا يفوتني هنا أن أثمن عاليا تعلقكم بالأصالة واعتزازكم بتاريخ هذا الشعب وهذا البلد، وتخلى ذلك بنبض القبار عن كنوز التاريخ كإقامتكم لمهرجانات المدن التاريخية وتكريم وتثمين المقاومة الوطنية، بالإضافة إلى إعراض الاعتبار والاعتراف بجهود الرعاية لأول مرة من الدول الموريتانية. إن تطبيق برنامجكم الانتخابي قد تسمى بالفعالية ونجاح عن طريق استخدام وسائل غير تقليدية تجاوزت الروتين والبيقراطية الإدارية باستحداث وسائل تنفيذ نزيهة وفعالة. سيد الرئيس، إن الجهود التي قمتم بها في مجال تطوير الإدارة وتفعيل اللامركزية قد مكنت المجموعات المحلية من استفادة من إيجابية هذا النظام، وهنا نذكر أن بلدية تركيز تستفيد حاليا من بناء سوق حديث في المدينة، كما تم الحصول على تمويل بناء مستشفى المقاطعة، وكذلك توسيع شبكة الكهرباء بما يبلغ طوله 17 كيلومترا، هذا بإضافة إلى مركب رياضي كبير لصالح الشباب. سيد الرئيس، انطلاقا من هذه الإنجازات التي فاقت في حجمها تعهداتكم في البرنامج الانتخابي والتي حولت البلد من مرحلة الفساد والظلم والدكتاتورية والبوس والجهل والمرض وعدم الأمن والاستقرار إلى الحرية والعدالة والرخاء والشفافية تسيير المال العام. سيد الرئيس، بما أن تعهداتكم منجزة ووعودكم صادقة، فإننا نقدم باسم سكان مقاطعة تركيز بالمطالب التالية. أولا، سيد الرئيس، بما أنكم تولون عناية خاصة للمواطنين بالخارج وخاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة، حيث كان لكم الفضل في عدة قضايا كللت بنجاح، نذكر منها قضية الصحفي الموريتاني محمد فال ولد الدين في ليبيا ومحفوظ الوالد في إيران. وبما أن سكان مقاطعة تركيز منشغلون بمصير اثنين من أبنائهم قد اعتقل في فترات سابقة، وفي نطاق تصحيحكم لجميع الأخطاء السابقة يرجون تدخلكم لدى الحكومة الأمريكية لإطلاق السراح السجينين محمد والصلاحي ومحمد والعبد العزيز المعتقلين في غوانتنامو البريئين من التهم الموجهة إليهما حسب القضاء الأمريكي. اثنين، تعميم وتقوية شبكة المياه في مدينة تركيز وإيصالها للمجموعات المتبقية في جنوب البلدية عن طريق خزانة تجطيات، علما بأن المجموعات لا يحصلوا عنها الخزان سوى 3 مترات، وهي ظارندر، الخريرة، أموراي، العدالة. ثلاثة، التعجيل بتنفيذ الاستصلاح المرتقب في الحوض الشرقي من بحيرة تركيز لما ذلك من مساهمة في الاكتفاء الذاتي في ميدان الغذاء ومكافحة الفقر والبطالة وإعادة تهليل المزرعة المستصلحة والتي بدأت عوامل جزار تؤثر عليها. أربعة، رفع مستوى تمثيل المقاطعة في الجمعية الوطنية إلى 3 نواب. 5، تخطيط مدينة تركيز تخطيطا عمرانيا حديثا. 6، فتح ثانوية وإعدادية ثانية في مدينة تركيز وإعدادية لصالح تجمع 10 قرى في جنوب حوض البحيرة. 7، الربط بين مدينة تركيز وطريق روسو بواسطة طريق معبد وربط الركيز بطريق بوتلميت، علما بأنها الأخيرة قد تم دراستها. 8، توسعة مشروع طريق التركيز المنريل لتشمل 5 كيلومترات من الطرق داخل مدينة تركيز. سيد الرئيس، لن ننهي هذه الكلمة قبل أن أشكر الإدارة على مستوى ولاية ترارزة، خاصة السيد الوالي لما بذله من جهود من أجل تقريب الإدارة من المواطنين والانفتاح والتعاطي الإيجابي معهم في جميع الظروف، كما أشكر السيد الحاكم مقاطعة تركيز ومعاونيه على الدور الإيجابي الذي يطلع به في إدارة المقاطعة وتسيير شؤونها. وفي الأخير، سيد الرئيس، نؤكد لكم يا سيادة الرئيس تضامننا ووقوفنا صفا واحدا إلى جانبكم دعما للمجهود الوطني المخلص والدؤوب لصالح الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم عمدة مقاطعة تركيز السيد محمد والعبد الله السالم والأحمد دوا مفاتيح بلدية تركيز إلى رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز تقديرا وتثمينا للإنجازات التي حظيت بها البلدية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد خصص سكان مدينة تركيز استقبالا شعبيا حرا عكس تعلقهم بخيارات رئيس الجمهورية التنموية واهتمامه الكبير بأوضاع المواطنين والنسق الذي يسير عليه تنفيذ البرامج الحيوية ذات الصلة بالبنى التحتية والمشاريع التنموية، وهذه بعض الجوانب من هذا الاستقبال الشعبي. حدنا مصداقيتنا
وخيرت من راجل اللي حارب الفساد والمفسدين، وخيرت من راجل اللي بنى موريتانيا بناء صحيح وجدد مفاهيمه غير ايديولوجياته. Thank you.
وكان رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز قد أشرف صباح أمس المشروع بقمون الزراعي الواقع على بعد 75 كيلومتر شرق روسو على انطلاق الحملة الزراعية 2013-2014. تجول سيادته بالمعرض الذي أقيم بالمناسبة وضم عدة أجنحة من أهمها جناح الاستصلاح الريفي والتحسين الوراثي للأبقار. من مشروع بوغامون الزراعي الواقع على بعد 75 كيلومترا من شرق مدينة روسو، أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز إشارة تشغيل محطة الضخ التي ستزود مزرعة بوغامون بالمياه إذانا بانطلاق الحملة الزراعية لموسم 2013-2014 وانطلاق مشروع بوغامون. مشروع بوغامون الزراعي هو برنامج لاستصلاح المساحات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء، ويدخل هذا المشروع في إطار برنامج واسع ينفذه قطاع التنمية الريفية حاليا لاستصلاح أزيد من 2500 هكتار جديدة تتوزع في ولايات ترارز البراكنا غورغول وغيديماغا. ويغطي هذا المشروع الهام 700 هكتار قابلة للاستصلاح، تم استصلاح 590 هكتارا منها سيتم استغلالها خلال الحملة الزراعية الجارية، وتم تزويد هذا المشروع بثلاث مضخات للري ومولد كهربائي بطاقة 500 لتر. ويعتبر هذا المشروع أول عملية تتحمل فيها الدولة تكاليف استصلاح المساحات الزراعية المذكورة ومنحها مجانا للمزارعين، كما أنه يترجم عناية رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بالطبقات الهشة في البلد. ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 4000 أسرة زراعية في 9 قرى محاذية للمشروع، ووصلت كلفة هذا المشروع الذي بدأت الأشغال فيه منذ فبراير العام الماضي إلى 1,162 مليون أوقية بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة. وسيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود من خلال تنظيم حملتين لزراعة الأرز سنويا مع توفير قطع مستصلحة للتعاونيات النسوية لزراعة الخضروات. وزير التنمية الريفية استعرض إنجازات قطاعه في السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص مجال الزراعة، حيث تم إطلاق برنامج استصلاح وإعادة تأهيل عشرات الآلاف من الهكتارات منذ العام 2009. إن هذه الزيارة التي شرفتم بها يا فخامة الرئيس ولاية ترارزة إحدى أهم ولاياتنا الزراعية والرعوية لتؤكد الأمل والتفاؤل الذي بعثتم لدى المزارعين والمنمين خلال برنامجكم الانتخابي الذي نال ثقة الشعب الموريتاني بأغلبية مريحة. إن النقلة النوعية التي شهدتها الزراعة سواء تعلق الأمر بالمقاربة أو التحضير أو المتابعة مكنت من الحصول على نتائج مشجعة من حيث توسع المساحات المزروعة والزيادة وتنوع الإنتاج وتجديد الثقة بين القطاع والفاعلين، وموازاة مع ما تحقق في مجال الزراعة حظي قطاع التنمية الحيوانية بعد أن عانى من الإهمال طيلة العقود الماضية بنصيبه من الاهتمام بإعطائه الأولوية في البرامج التنموية، وتجلت هذه الأولوية في توسيع التغطية الصحية في الزمان والمكان والتحسين الوراثي للسلالات المحلية بالإضافة إلى تطوير البنية الإنتاجية والصحية. فخامة الرئيس، في ظرف تميز بقلاء مذهل في أسعار المواد الغذائية نتيجة للتزايد المستمر لسكان العالم وتقلص المساحات الزراعية والرعوية والندرة في المياه والآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي فضلاً عن المضاربات التي يعرفها السوق العالمي للمواد الغذائية واستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، شكل الأمن الغذائي للشعوب تحدياً لكل حكومات العالم وخاصة السائرة منها في طريق النمو. تفسر هذه الظروف الحيز الكبير
من الاهتمام الذي أوليتموه لتنمية الوسط الريفي في برنامجكم الانتخابي، وهو ما يبرر احتلال قطاع التنمية الريفية لأهمية استثنائية في سياسة الحكومة. عمدة بلدية تيكان السيد سيريكان رحب باسم السكان برئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، معربا عن غبطته بهذه الزيارة الميمونة، وثمن العمدة العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي وبشكل خاص المناطق التي كانت مهمشة في السابق. وأشاد السيد سيريكان بالإنجازات الملموسة التي تحققت للأسر الفقيرة وحملت الشهادات على وجه الخصوص. واستعرض العمدة مشاكل مرتبطة بفك العزلة عن بعض مناطق البلدية وربطها بشبكة الاتصال الوطني. ممثل المزارعين رحب بدوره برئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت في القطاع الزراعي. باسم المزارعين بولاية ترارزة اسمحوا لي أن أرحب بكم وأنتم تشرفون على انطلاق حملة الزراعية، كما نشكركم شكرا يليق بمقامكم على كافة الإنجازات الجبارة في كافة المجالات التنموية، وبالخصوص ما أنجز في الزراعة التي شهدت طرفة نوعية بفضل توجهاتكم النيرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي الأرز والقمح، وذلك من خلال توفير القروض وآليات الاستصلاح والحصاد وإدخال زراعة القمح في دورة زراعية لأول مرة، كما تم توفير كافة المدخلات الزراعية ومكافحة الآفات برا وجوا، وتوفير البذور المحسنة وشراء المحصول الزراعي من الأرز والقمح بأسعار مشجعة. المتحدث باسم المستفيدين عبر عن امتنان السكان لهذه اللفتة الكريمة التي نفضت الغبار عن قرى طالما عانت من التهميش والنسيان. باسم مجموعات الضفة في ترارزة والبراكنة وقرقل وقدماغة، نرحب بصدق تام بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي أخرجنا من ظلمات الفقر والتهميش إلى نعمة العمل والاستفادة من هذه الأرض التي قادرها الأسلاف دون أن يدركوا أنها أرض معطاة، لأنهم ببساطة لم يحظوا برئيس وقائد يرى الحلول قريبة ويؤمن بقدرة موريتانيا على تجاوز الصعاب بالاعتماد على ثرواتها الطبيعية وتجربة أبنائها. فخامة الرئيس، إن إنجازاتكم الكبيرة والمتنوعة واضحة وملموسة ولا ينكرها إلا مكابر، وما إنشاء المدن ومد شبكات الطرق وإقامة المستشفيات وبناء المدارس وتجهيز المرافق الصحية وتوزيع الأراضي السكنية وتعميم محلات التضامن وإنشاء الحالة المدنية المؤمنة والملكية العقارية ودمج حملة الشهادات وتوزيع الأسمدة المجانية على التعاونيات القروية إلا دليل حي على صدق نواياكم يا فخامة الرئيس. رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وبعد إشراف سيادته على انطلاق الحملة الزراعية للموسم 2013-2014 وانطلاق مشروع بوغامون الزراعي، زار معرضا أقيم بالمناسبة يضم عدة أجنحة من أهمها جناح الاستصلاح الريفي الذي يعكس جهود قطاع التنمية الريفية في هذا المجال، وجناح التحسين الوراثي للأبقار حول تجربة بلادنا في مجال تطوير السلالات وزيادة الإنتاج من الحليب واللحوم الحمراء، إضافة إلى معروضات تعرف بأنشطة بعض الشركات والتعاونيات والإدارات والفاعلين في المجال الزراعي. يتعلق الأمر بالشركة الوطنية للإيراد والتصدير سوني ماكس، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي، مركز تكوين المنتجين الريفيين، التعاونيات النسوية، الشركة الوطنية للألبان،
مزرعة بوريا منسقية الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في بلادنا، صندوق الإيداع والتنمية، الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته، المركب الكبير للدواجن، والمركز الوطني لمكافحة الجراد. واستمع رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز من قبل المشاركين في هذا المعرض إلى شروح حول المواد المعروضة وآفاقها المستقبلية وسبل إسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ودورها في التنمية الشاملة للبلاد. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد عقد ظهر أمس في مدينة روسو اجتماعا مطولا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الفلاحي في ولاية ترارزا. وخلال الاجتماع استعرض المعنيون أهم المشاكل المطروحة للقطاع، مقدمين جملة من المطالب يرون إنجازها ضروريا لتحقيق الأهداف المنشودة في المجال الزراعي. تكريسا لمبدأ التشاور والانفتاح، حرص رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز خلال وجوده في مدينة روسو على ربط الصلة بصفة مباشرة مع الفاعلين في القطاع الزراعي، وهو تقليد سنوي دأب سيادته على تنظيمه للاطلاع عن قرب على مشاكل المزارعين وتطلعاتهم وتبليغهم التوجهات العامة للدولة في مجال الزراعة. وقد كان هذا الاجتماع منبرا حرا لمختلف الآراء التي استمع لها رئيس الجمهورية بكل اهتمام وعناية، وتناولت مداخلات المزارعين العديد من القضايا تتعلق أساسا بالقرض الزراعي وتوفير الأسمدة ومواصلة تحسين الخبرات واستصلاح المزيد من المساحات. كما طالت هذه المداخلات جانب التنمية الحيوانية، حيث تطرقت إلى ضرورة مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى خلق مجالات أكثر للاستفادة من عائدات الثروة الحيوانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. وبعد تسجيله لجميع الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها المزارعون، رد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على الحضور، حيث استهل حديثه بالإعلان عن تقديم صندوق الإيداع والتنمية قروضا لصالح المزارعين بمعايير جديدة تراعي الشفافية وترشيد الموارد المالية للدولة، بعيدا عن الأساليب التي كانت متبعة في القرض الزراعي والتي أنتجت تراكمات شكلت عائقا كبيرا في وجه تنمية القطاع الزراعي. يضيف رئيس الجمهورية، وقدم السيد الرئيس تفاصيل حول نوعية التدخل الذي سيقوم به الصندوق لصالح المزارعين، مؤكدا أنه أعطى تعليمات بالشروع في فتح باب القروض أمام المزارعين الراغبين في ذلك والذين يمتلكون سندات عقارية للأراضي. وطلب رئيس الجمهورية في هذا الصدد المزارعين باحترام التزاماتهم اتجاه هذه القروض التي هي من موارد الشعب الموريتاني، وتم منحها في إطار مواصلة الدولة لدعم الزراعة سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبخصوص التجهيزات، قال رئيس الجمهورية إن الدولة ستواصل جهودها في مجال الدعم اللوجستي والفني من خلال اقتناء المزيد من آليات الاستصلاح وتوفير الأسمدة والبذور. وفيما يتعلق بالتنمية الحيوانية، تطرق رئيس الجمهورية خلال لقائه بمزارع روسو إلى الجهود التي بذلت في هذا المجال، خاصة تحسين سلالات الأبقار، حيث توجد 3 مراكز في كل من إدين بترارزة ومحمودة في الحوض الشرقي وكنكوسة في العصابة، وقد حققت نتائج إيجابية. وقد تم تعزيز هذه التجارب بفرق متنقلة تقوم بحملات تلقيح دائمة للمواشي. واختتم رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز حديثه أمام مزارعي مدينة روسو بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في دعم الإنتاج الزراعي الوطني حتى يكون قادرا على المنافسة ويحقق الاكتفاء الذاتي. وطالب السيد الرئيس المزارعين ببذل المزيد من الجهود والتضحيات ومؤازرة جهود الدولة حتى يتم الوصول إلى الأهداف المشهودة. وكان هذا الاجتماع قد افتتح بكلمة لوالي ترارزة رحب فيها برئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، وتطرق إلى الهدف من هذا الاجتماع الذي استمر على مدى 4 ساعات. ودائما في مدينة روسو، حيث عقد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز ليلة البارحة اجتماعا برابطة عمد ترارزة، رحب خلاله المتدخلون بزيارة رئيس الجمهورية للولاية، مستعرضين الآمال الكبيرة التي يعلقها ساكنة المنطقة على هذه الزيارة، قبل أن يتطرقوا إلى أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون في ولاية ترارزة.
وقد أدى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز أمس زيارة ميدانية لمركز الاستطباب الجهوي في مدينة روسو، وتفقد سيادته مختلف مصالح المركز الذي يضم جميع التخصصات، حيث استمع إلى شروح حول دور هذا المركز الذي تم تشييده سنة 2010 عند الكيلومتر 7 شمال روسو، وسيسهم المستشفى المذكور بصورة كبيرة في تخفيف معاناة سكان روسو، خاصة الذين تم ترحيلهم بسبب الفيضانات التي تجتاح المدينة في كل موسم خريف. Région en Mauritanie pour les DPSA, et ça aide beaucoup le centre de cancer. C'est affilé à la l'oncologie. S'il y a un complément de chimio, il faut un verre de la chimio. C'est la recherche. وقد خصص سكان بقمون والقرى الواقعة على طرق الطريق الرابط بين مدينة روسو وبقمون استقبالا شعبيا حارا لرئيس الجمهورية، احتشد به سكان قرى مدينة تونغن وشجار وغويبينا للتعبير عن تعلقهم بالإنجازات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ورفع سكان هذه البلدات الشعارات واللافتات التي تشيد بالخيار الإصلاحي الذي تنتهجه البلاد، وعبر هؤلاء المواطنون عن تثمينهم للبرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز.
بالمعالي بارك الله فيك.
سيد الرئيس هذا الولي حمد المحمود حمد حاول يا نحوي قربت الى المتعة جاهز لا خليك بعد الناس ساكنة لا حركة رجال هذا موري في زابل Go, go, go.
الشهر. ما نقص خلي عنك. Thank you.
تقدم احمد سالم ولد الزين قائد الكتيبه 62 من المنطقه العسكريه السادسه. مقدم سالم وسيد كابتن ماما مضاف قائد رقم 62 في القضاء ونعود للعاصمة نواكشوط، حيث عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم جلسة علنية خصصت المصادقة على قانون ينظم الاتصالات الإلكترونية في بلادنا. مثل الحكومة في هذه الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة. جلسة علنية في الجمعية الوطنية في جدول أعمالها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الإلكترونية. بعد افتتاح الجلسة استعرض مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية تقرير اللجنة الذي بين أهداف وسبل تطبيق هذا المشروع والملامح العامة له، ليفتح المجال أمام السادة النواب لطرح استشكالاتهم وآرائهم بهذا الخصوص. آراء السادة النواب تمحورت أساسا حول آليات رقابة جودة الخدمة وتسعيرتها وتغطية بعض المناطق التي لم تشملها التغطية حتى الآن، والآثار الصحية للهوايات على من يسكنون بالقرب منها. في رده على السادة النواب أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة أن القانون في صيغته الجديدة أصبح أكثر شمولية بعد تبني مفهوم جديد للاتصالات تمثل في الاتصالات الإلكترونية بدل الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما تحدث عن ملامح أخرى لمشروع القانون الجديد عدد من بينها تحسين شروط تجديد الرخص وتطوير النظام الزجري للمشغلين وإزالة بعض الحواجز التي تعترض مشاركة المستثمرين الوطنيين، إضافة إلى تنظيم المرور عبر المجال العموم. وخلص السيد محمد الخونة إلى أن قطاع الاتصالات أضحى مساهما فعالا في ميزانية الدولة بعد مساهمته هذه السنة بما يزيد على 22 مليار أوقية من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن تجاوز عدد المشتركين في شركات الاتصال حاجز 3 مليون مشترك. وأخيرا قدم المشروع للتصويت حيث أقرته الجمعية الوطنية.
كما صادق مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا علي المحمد خونة نائب رئيس المجلس على مشروعين قانونيين لتوليد الطاقة، وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير البترول والطاقة والمعادن السيد طالب العبدي فال. وفي نهاية الجلسة رد السيد الوزير على تساؤلات الشيوخ حول هذا المشروع والسياسة المتبعة وذمنوا هذه الجهود. خصصت هذه الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ للدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمشروع قانون متضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية. ويتعلق المشروع الثاني بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بنواكشوط. ويتعلق المشروع الثاني بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بنواكشوط. وبعد قراءة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط الخاصة بالمشروعين، قدم وزير البترول والطاقة والنفط السيد طالب العبدي فال عرضا عن المشروعين، وأوضح أن المشروع المخصص لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية يهدف إلى تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في حوالي 30 مدينة داخلية عن طريق رفع قدرة التوليد المركبة بإضافة وحدات توليد جديدة وإعادة تأهيل بعض محطات التوليد القائمة. وفيما يخص المشروع المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح، قال السيد الوزير إن المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وخصوصا استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة. وثمن السادة الشيوخ في مداخلاتهم مشروعي القانونين ونبهوا إلى تهالك السكة وخطورتها، وتساءل البعض عن مدى اكتمال تنفيذ المشاريع السابقة مطالبين بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع. ورد السيد الوزير على مختلف مداخلات السادة الشيوخ وتمت المصادقة على مشروعي القانونين. وبمجلس الشيوخ كذلك اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط تحت رئاسة رئيسها سيد محمد محمود الحمى ختار لدراسة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بين بلادنا والبنك الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل المشروع الوطني المندمج للمياه في الوسط الريفي. ومثل الحكومة في الاجتماع وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أقلفنا وليه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة. كما اجتمعت لجنة القوانين الدستورية والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة بمجلس الشيوخ تحت رئاسة السيد يحيى العبد القهار رئيس اللجنة لدراسة مشروع القانون المنشئ لهيئة تدعى خفر السواحل الموريتانية. حضر الاجتماع وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد قلفنا وليه. بدأت صباح اليوم بمباني وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط أعمال ورشة لتقديم برنامج الخزن لتسيير المجموعات المحلية من طرف المحصلين البلديين وتكوين المؤطرين والمستخدمين. وتنظم هذه الورشة بالشراكة بين وزارتي المالية والداخلية واللامركزية وبدعم من التعاون الفني الألماني. تهدف هذه الورشة إلى التعرف على برنامج الخازن الذي يهتم بتسيير التجمعات المحلية من طرف المحصلين البلديين وتكوين المكونين المستخدمين. النسخة الأولى من هذا البرنامج دخلت مرحلة التجريب في كل النقاط المحاسبية بالعاصمة وكذا بالمديرية المالية المحلية التابعة للإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية. في إطار إصلاحات المالية العامة التي تجريها وزارة المالية ومن أجل مواكبة الإجراءات العميقة التي تتبناها الحكومة في سياسة اللامركزية، قامت الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بإنجاز وتطوير برنامج محاسبي للبلدية موجه للمحصلين البلديين يعرفوا بالخازن. ومن أجل تحسين مردودية التسيير المالي العام،
قام قطاعنا بإدخال المعلوماتية على التسيير المالي المحاسبي للبلدية. سيمكن هذا الإجراء من إصدار المعلومات المالية والمحاسبية الدقيقة الشاملة وبتاريخ محدد، كما أنه سيمكن المحصل البلدي من لعب دوره كمستشار للمنتخبين المحليين. المستشار الفني المكلف بالحكم الرشيد على مستوى التعاون الألماني ببلادنا السيد ميشيل بلاس أكد أن هذا البرنامج يأتي ضمن الدعم الذي يقدمه التعاون الألماني في إطار السياسة اللامركزية التي تنتهجها السلطات الموريتانية وما يتميز به من ديناميكية وشمولية. وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة دروسا نظرية وتطبيقية حول أنجع السبل للاستفادة من برنامج الخازن واعتماد منظومته المعلوماتية والمحاسبية الحديثة. كما انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال يوم تحسيسي حول مجموعة محترفي التسيير الموجه إلى نتائج التنمية بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتعاون الألماني ومجموعة محترفي التسيير المؤسس على النتائج التنموية، ويهدف هذا اليوم إلى نشر ثقافة التسيير المؤسسي على النتائج التنموية في جميع المؤسسات العمومية من خلال التكوين وتبادل الخبرات بين المسيرين في جميع القطاعات المعنية والمساهمة في تعزيز قدرات المصادر البشرية. هو يوم تحسيسي حول مجموعة محترفي التسيير الموجه للنتائج التنمية، ويندرج هذا اليوم ضمن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية المعتمدة في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، إضافة إلى متابعة تقدم تنفيذ السياسات التنموية وتمكين أصحاب القرار من الحصول على المعطيات الضرورية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق الأهداف المنشودة. تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب لتساير مسلسل وضع موازنات البرامج والمساهمة في تعزيز قدرات مصادرنا البشرية من خلال التكوين المقدم وتبادل الخبرة حول أحسن الممارسات ضمن آليات هذه المبادرة. إن هذه الأهداف تدخل في صميم الاهتمامات الواردة في برنامج السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية والمنفذ من طرف حكومة الدكتور مولاي محمد الأقدر الوزير الأول، التي تعمل جاهدة على تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تحسين ظروف مواطنينا. ولذا أدعو جميع المشاركين إلى مساندة هذه المبادرة والعمل من خلال الانضمام إليها على امتلاك مبادئ وآليات التسيير الموجه إلى نتائج التنمية وبثها بين معاونيهم للمساهمة في نشر هذه الثقافة في إدارتنا. رئيس مجموعة محترفي التسيير الموجه إلى نتائج التنمية السيد أمادو أوسمان جالو قال إن مجموعة محترفي التسيير الموجه إلى نتائج التنمية ترمي إلى ترسيخ ثقافة النتائج من خلال تعزيز قدرات التسيير المعتمدة على النتائج والاتصال والتكوين وتقييم تنفيذ خطط العمل لدى الإدارات العمومية والبرلمانيين والفاعلين غير الحكوميين. ممثل التعاون الألماني السيد أحمد اللفقيه أوضح أن إقامة هذه المجموعة تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ التسيير المعتمد على النتائج في مجال التنمية، وأكد أن التعاون الألماني يقدم دعمه النشط لبلاده في مجال تسيير الموارد الطبيعية والحكامة. بدوره أكد ممثل البنك الأفريقي للتنمية السيد أندونكو مامادو لامين أن الوضعية الدولية الحالية المتميزة بالأسمدة الاقتصادية والمالية تملي متطلبات قوية من أجل فعالية أكبر لأنشطة التنمية وضمان نجاعة الخطط الاقتصادية والاجتماعية. وسيتابع المشاركون في اليوم التحسيسي عروضا حول المبادرة الموريتانية لمجموعة محترفي التسيير المؤسسة على النتائج التنموية للخروج بتوصيات تمكن من إنشاء شبكة لتبادل الخبرات بين المسيرين. نظم قطاع الاتصال والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع اليونيسف صباح اليوم ورشة تكوينية لدعم قدرات الإذاعات المحلية في مجال معالجة قضايا التنمية، كما تسعى هذه الورشة إلى تعميق العمل الإعلامي المحلي لخدمة المشاريع التي تنفذها السلطات العمومية في ولاياتنا الداخلية.
دور الاتصال في التنمية ومستقبل الإذاعات المحلية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وكيفية تغيير سلوك المستقبل للرسائل الإذاعية محاور من بين أخرى ستتم مناقشتها على مدى 4 أيام من قبل رؤساء المحطات الجهوية لإذاعة موريتانيا وممثلين عن بعض الإذاعات المستقلة في ورشة الدعم المنظمة من قبل قطاع الاتصال والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع اليونيسف. إن تنظيم هذه الورشة يأتي عقب تنظيم ورشة الأسبوع الماضي في روسو التي أشرف عليها بصفة مباشرة معالي وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان وبحضور وزيري التنمية الريفية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مولاي محمد الأقلاف بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لتعزيز ودعم المحطات الجهوية كي يتسنى لها الاطلاع بدورها الحيوي في خدمة التنمية الشاملة. ممثل اليونيسف الأستاذ الفانغيدا قال في كلمته بهذه المناسبة إن أهمية هذا العمل تكمن في التغيرات التي تفرضها التكنولوجيا في المجال السمعي البصري، مؤكدا دعم منظمة اليونيسف لجهود السلطات العمومية الرامية إلى بلوغ الأهداف المنشودة في هذا المجال. تعد هذه الورشة تتويجا لسلسلة تكوينات يقوم بها قطاع الاتصال لصالح مختلف العاملين فيه من أجل مواكبة البرامج التنموية التي تنفذها السلطات على أكثر من صعيد. احتضنت إذاعة موريتانيا صباح اليوم دورة تكوينية لصالح 13 صحفيا، وتهدف الدورة لتنظمها إذاعة موريتانيا بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى تكوين المستفيدين حول تغطية الانتخابات. سعي منها إلى تغطية إعلامية مهنية للانتخابات. نظمت إذاعة موريتانيا بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية دورة تكوينية يستفيد منها 13 صحفيا معلومات وخبرات حول التغطية الصحفية للانتخابات، ويدخل هذا التكوين في إطار سلسلة متعددة من التكوينات تنظمها إذاعة موريتانيا وعيا منها للحاجة الماسة إلى تأهيل الصحفيين وتسليحهم بالمهارات اللازمة للقيام بواجبهم المهني بشكل شفاف ونزيه. إن هذه الدورة التي سيستفيد منها 13 مشاركا تعد فرصة هامة لتأهيل العاملين بقطاع إذاعة موريتانيا للقيام بواجباتهم المهنية في تغطية الانتخابات التعددية القادمة. إن التحولات المذهلة الحاصلة اليوم في ميدان الإعلام والاتصال أتت بتطورات عدة في بنية وسائل الإعلام بشكل عام، والقت بظلالها في التغيير طرائق أداء القائمين على العملية الإعلامية في جوانب الأداء والتوجيه والتنفيذ، الشيء الذي كان له أثره المباشر على وظائف الإعلام التقليدية. وقد أظهرت هذه التحولات الحاجة إلى تطوير تلك الوظائف لملائمتها مع المتغير الإعلامي المعاصر الذي اجتاز مرحلة التعددية ليبلغ حدود التفاعل والتكامل. مديرة التكوين في إذاعة موريتانيا الزميلة مريم بن تمود أوضحت في كلمتها أن الإذاعة شهدت تطورا كبيرا في مجال الخدمات الإعلامية العمومية. تعيش الإذاعة مرحلة تطور كبير حولتها إلى ورشة عمل متواصل في ظل تحولها إلى مؤسسة خدمة عمومية، وقد شهدت المرحلة الأخيرة الكثير من النشاطات التكوينية والندوات الإذاعية والأيام المفتوحة، وهي الآن تتهيأ لاستقبال استحقاقات برلمانية وبلدية، مما يؤكد أهمية التكوين المكثف للكادر الإذاعي حتى يستطيع مواكبة هذه الأحداث الكبيرة والمتنوعة. إن أي تقدم أو تطور في مجال مهنة الصحافة مستحيل بدون التكوين المستمر وتجذير الخبرات المهنية لجعلها قادرة على استيعاب مختلف التطورات على جميع الأصعدة، وهذا ما أدركته إدارة الإذاعة وجسدته في تفعيل دور قطاع التكوين في المؤسسة وإعطائه مسؤولياته كاملة من أجل متابعة تحسين الخبرات المهنية لعمال الإذاعة.
أما المشرف على هذه الدورة التكوينية الدكتور فؤاد عبد الرازق من هيئة الإذاعات البريطانية، فقد شكر الإدارة العامة لإذاعة موريتانيا على تنظيم هذا اللقاء التكويني الذي سيكون له الأثر الإيجابي على العاملين الميدانيين في مجال تغطية الانتخابات المتعددة. وتهدف إذاعة موريتانيا من خلال قيامها بتنظيم الدورات التكوينية والندوات الإذاعية والأيام المفتوحة إلى تحسيس الرأي العام الوطني بما له وما عليه من حقوق وواجبات. نظم مركز الإنعاش الاجتماعي والتكوين على مهن الصيد اليوم حفل تخرج لمئة صياد تقليدي كانوا تلقوا التكوين نظريا وتطبيقيا على فنيات الصيد على القوارب دام 3 أشهر، ويدخل هذا التكوين ضمن جهود الدولة الرامية إلى تفعيل هذا القطاع الهام. في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز الإنعاش والتكوين على مهن الصيد واتحادية الصيد التقليدي قسم الجنوب والمعهد الوطني لترقية التكوين المهني والتقني، يأتي تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من الصيادين التقليديين، وتتكون هاتين الدفعتين من 100 شاب تم تكوينهم نظرياً على مستوى المراكز وميدانياً على متن الزوارق. حفل تخرج هاتين الدفعتين شكل مناسبة لمدير مركز الإنعاش الاجتماعي على مهن الصيد التقليدي ثمن فيها الحدث. هذا التخرج يجي في إطار تخرج آخر دفعتين من 8 دفعات اللي تكون أصلا من 400 شاب موريتاني، تم اتفاق بين في إطار اتفاقية ثلاثية وقعت بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلة في مركز الإنعاش الاجتماعي والاتحادية الصيد التقليدي اللي هي المستفيد، وبتمويل من المعهد الترقية والتكوين المهني والفني، وذيك 400 شاب هذه آخر 100 منها اللي تكون من دفعتين كلها من 50، واللي هذا كامل يجي في إطار تطبيق البرنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي في شطه اللي يعني القضاء على البطالة في صفوف الشباب الموريتاني، ومن ناحية أخرى خلق يد عاملة وطنية في مجال جميع المجالات وخاصة في مجال الصيد التقليدي، واللي يشرف على تطبيقها حكومة معالي الوزير الأول مولاي محمد الأقضف. بدوره تحدث مدير المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني مبرزا جهود الدولة في هذا المجال. شرفني أن أشارك معكم اليوم في حفل تخرج هذه الدفعتين اللي شكلوا اكتمال مرحلة أولى من الاتفاقية اللي بيننا نحن وزارة الصيد. وأود في البداية أن أعبر باسم الوزارة المنتدبة الموكلة بالتكوين والتشغيل عن تهنئتنا وشكرنا للخريجين اللي حصلوا على هذه المهنة اللي باقية مضرب مثل للشعوب، بدل من أن تعطيني السمكة علمني كيف أصطاد، ومضرب هذا المثل يكون عنده معنى أعمق إلى أن يعود في موريتانيا اللي عندها ثروات سمكية وشواطئ كبيرة. حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من الصيادين التقليديين تضمن توزيع إفادات على المتخرجين. احتضنت قاعة المتحف الوطني معرض الكاريكاتير الثاني تحت عنوان الكاريكاتير الاجتماعي بين موريتانيا وجمهورية مصر العربية، وقد تم تنظيم هذا المعرض تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة وسفارة جمهورية مصر العربية، وقد تجول المدعوون من نواب وشيوخ ودبلوماسيين ومثقفين في أروقة المعرض وتابعوا نماذج من اللوحات الكاريكاتيرية التي رسمها فنانون موريتانيون ومصريون، عكست أنماطا مختلفة من واقع المجتمعين الموريتاني والمصري، وتطرقت إلى مختلف القضايا السياسية والاجتماعية ودور المرأة في كلا المجتمعين اللذين تجمعهما عواصر الثقافة والوحدة والدين. نظمت المنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ودعم حماية البيئة مساء أمس ورشة لإطلاع منظمات المجتمع المدني على مقررات منتدى المنظمات غير الحكومية الذي التم مؤخرا في مراكش لنقاش خارطة طريق اتفاق التعاقد والتعهد بين منظمات المجتمع المدني والبنك الإفريقي للتنمية. كما تناولت الورشة مواضيع الحكام الرشيدة والشفافية والتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع الهامة.
ونختتم النشرة مشاهدينا الكرام مع جديد عالم الرياضة رفقة الزميل محمد وللحسن. شكرا زميلة ميناتا والسلام عليكم. نبدأ نشرتنا بالأخبار الرياضية الوطنية وتحديدا من مدينة النواريبو، حيث يتواجد المنتخب الوطني لكرة القدم المرابطون في معسكر تدريبي قبل المباراة الحاسمة والهامة يوم السبت القادم أمام المنتخب السنغالي في دكار برسم مباراة الذهاب ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين. حيث أكدت مصادر من داخل معسكر المنتخب بأن قائد المنتخب باكايوكو قد استعاد كامل لياقته بعد غيابه عن الملاعب دام 3 أشهر. أكدت مصادر بأن قائد الفريق سيكون أساسيا وحاضرا في المباراة المرتقبة أمام السنغال. قال حارس مرمى منتخب إسبانيا إيكار كاسياس أن الهزيمة في نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم أمام البرازيل كانت مؤلمة رغم أنها ليست كأس العالم. وفي تصريحات أدلى بها بعد الهزيمة أمام البرازيل ب3 أهداف دون مقابل، أكد بأن الهزيمة يمكن حدوثها في كرة القدم ويجب على لاعبي الماتادور تجاوز الأمر، مبينا أن البرازيل استحقت الفوز بالبطولة وأنها لعبت بشكل جيد وكانت عدة عوامل ساهمت بحصها للقب على رأسها مبادرتهم بالتهديف. أكد سويسري جوزيه سيبلاتا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تفهمه للاحتجاجات الهائلة التي اجتاحت البرازيل في الأيام الماضية خلال استضافة البرازيل لبطولة كأس القارات، وأشار إلى أن الاتفاق عندما فازت البرازيل عام 2007 بحق استضافة بطولتي كأس القارات وكأس العالم كان على تمويل استعدادات البطولة من منشآت وبنية أساسية بمصادر تمويل خاصة، وكان المستوى الضعيف لخدمات الصحة والتعليم والنقل في البرازيل أكبر حافز لهذه الاحتجاجات التي هزت المدن البرازيلية على مدار أكثر من أسبوعين أقيمت خلالهما بطولة كأس القارات وكادت أن تؤدي إلى فشل هذه البطولة. إلى الدوري اللبناني، حيث بات مؤكدا عودة المدير الإداري السابق لنادي الصفاء اللبناني يوسف بعلبكي إلى ناديه الأم بعد أن أمضى موسما واحدا مع فريق الإخاء الأهلي. ويعتبر بعلبكي من أنجح مدراء الأندية في لبنان بالنظر إلى خبرته الواسعة في هذه المهمة وعلاقاته الجيدة، وكذلك النتائج التي حققها مع العديد من الأندية اللبنانية التي دربها، خاصة مع الرحيل المرتقب للمدرب العراقي أكرم الذي كان يدرب الفريق والذي لم يحقق معه نتائج جيدة خلال هذا الموسم. إلى الكرة الصفراء، حيث واصل الصربي نوفاك دوفيكوفيتش إلى المصنف الأول إلى الدور الربع النهائي في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربعة الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزه على الفرنسي جيرمي شتاردي ب3 مجموعات دون رد. وبلغ الدور ذاته الإسباني دافيد فيرير المصنف الرابع بعد فوزه على الأوكراني ألكسندر دوغروبوف، كما تأهل تشيكي توماس والأرجنتيني خوان مارتن إلى الدور المقبل من هذه البطولة. نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا على متابعتكم وعودة إلى زميلتي ميناتا. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة 8 من التلفزة الموريتانية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يشرف بمدينة تركيز على انطلاق الأشغال في طريق تركيز المذرذرة ويزور محطة الكهرباء والمركز الصحي بالمدينة. سكان تركيز يخصصون استقبالا حارا لرئيس الجمهورية عكس تذمينهم للخيارات التنموية الوطنية والإنجازات التي تحققت للبلاد. خلال زيارته لمدينة روسو، رئيس الجمهورية يجتمع بالمزارعين ويستمع منهم حول أهم المشاكل المطروحة في المجال الزراعي. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.
مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا الى النشره الجويه لهذا اليوم. قدنا بمشيئه الله تعالى.